زيارتنا اليوم إلى مؤسسة الشاهين اللي في شارع الشافي. عندهم اليوم تنزيلات، راح نتعرف إن شاء الله على البضاعة اللي عندهم والأشياء الجديدة اللي جابوها. اليوم أول يوم للتنزيلات في جميع أفرع الشاهين، صح ولا لا؟ نعم نعم. إيش الأشياء راح عليها التنزيلات؟ عليها أشغالات الأواني، الديكور، التحف، الألعاب. طبعا في شغلات كتير نحن منزلينها 50% و40% و60%. أيوة. أوكي، على جميع المنتجات الموجودة، يعني جميع الأصناف على 40% و30% و50%. تفضلوا شوفوا. يعني طبعا الحين هاي القطعة أوكي مثلا كانت مثلا 259، هذا سابقا، سابقا الحين اليوم عليها 50% خصم. يعني كم تصير تقريبا؟ يعني بتصير 130 ريال. 130 ريال، حلو. هذا هذا القطعة قلت لي عنها 59 ريال، الحين 30 ريال. هذه 30 ريال صارت. صناعة وين هذه؟ هذه في تركي وفي صيني. تركي وفي صيني، حلو. والدعم للمنتج التركي يا جماعة الخير، شوفوا الأكواب هذه، هاي خلي فوق، شوف 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 اللي تحت، شوف اللي تحت، قسم بالله روعة، شكلها صدق حلو. الألوان إيش اللي عندكم موجود من هالألوان هذه؟ في الذهبي، في البرونز، حلو. في لون البينج البنفسجي، حلو. في ثلاث ألوان والذهبي. طيب كم كان سعرها وكم أصبحت اليوم؟ كانت هذه 47، بتجي 6 اكواب. أيوة. 47. أيوة. الحين 39، 20% هذه. اوه نعم، شغل عدل يا جماعه الخير. عليهم خصومات الشاهين اليوم، بدات خصوماتها في كل الافرع. في باسم الان التنزيلات هذه مستمره لغايه متى ان شاء الله؟ لغايه 31/12/2020، يعني تقريبا 43 يوم. اليوم اول يوم بدانا فيه. نعم اليوم اول يوم. هذا الشيء اللي قدامي الان، هذا هذا طبعا صناعه تركيه كمان، اوكي، حق البوفيه المفتوح. طبعا هاي بيحطوها كندل من تحت عشان يضل الاكل حار. إيه. عليها تقريبا 30% خصم، 219 قبل، الحين 175. في شغلات وايد. اوكي. ايوه هذا هذا. ايوه هذا عليها اقبال حلو. عليها اقبال حلو. هاي طبعا 20%. اوكي، هذا حق الديزاين، ديزاينات يعني جديده. بعد في هذه الشنط حق الدلال. إيه. كمان جديده واصله، عليها 20% خصم. هذا كله يعتبر جديد؟ ها جديد. نعم يعني هذا حق مناسباتكم، مناسبات، رحلات، رحلات، بر، في جميع الألوان والأصناف، في على شكل يعني على شكل السدو. هاي 37 الحين بتصير 29 ريال بعد الخصم. طبعا هاي الطناجر الضغط العادية. أيوة. مش على الكهرباء، هاي من ماركة السيف. أوكي، كانت 490 الحين 392. وفي طبعا أحجام منها ومقاسات مختلفة، في 5 لتر، في 8 لتر. أكثر شيء عليه إقبال أي واحدة؟ والله نحن عندنا نحن الفنار، هذا شركتنا مؤسسة. إيه. الشاهين عليه ضمان طبعا. إيه. الشاهين وكيلة. أوكي، عليه ضمان سنة. طناجر ضغط جميع يعني جميع المقاسات موجود وشامل التنزيلات. نعم شوفوا مثال، هذا كانت 255 أصبحت الآن 204 ريال هذه حافظات الحرارة كمان الفنار. أوكي. إيه. هذا الشاهين الوكيل حصري لها. في طبعا مختلف أحجام، وفي منها ذهبي، في منها يعني مشكل الألوان، كمان شامل العرض. اللي 250 صارت 200 ريال، يعني 20 وما فوق. يعني هذه أصبح سعرها 200 ريال. 200 ريال نعم. بعد ما كانت 250. نعم نعم. ما شاء الله، والله يا ربع الشغل حلو ومناسب، وحتى لما تحطها على على الصفرة كذي شكلها حلو صراحة، ولونها حلو، وشيء يشجع. في الشاهين موجود، وأنا حاليا موجود في الشاهين فرع شارع الشافي، عندهم تنزيلات، واليوم أول يوم مثل ما قلنا لكم من 20% إلى 60% التنزيلات. هذا القسم قسم الديكور والتحف. أيوة. أوكي، هاي أصناف كمان، هذا مطلي لون ما يتغير، شامل العرض، عليه 20%. أوكي، السعر قبل واضح مثل ما هو موجود في الصورة. في صناعة طبعا صيني، في صناعة تركية. هذا هذا يعني داخله شمعة صح؟ داخلها شمعة، تحطها في في المجلس، تحطها في الصالون. أوه. يعني تعمل منظر حلو. اوه شغل عدل. نعم اللون حلو بعد، الاسود، الاسود في دهبي. من 99 إلى 79 ريال. نعم. هذا المنتج كله ايش هذا؟ هذا منتج صناعه ايطاليه. أيوة. كمان شامل العرض، منزلين سعرها يعني. أوه. كمان تقريبا 30% خصم عليها. هي كلها ازاز ايطالي 100%. شنو الكواليتي؟ ايضا عندهم مجموعه من المرشات الحلوه واسعار حلوه، بالاضافه طبعا الى مجموعه من العطور. وايضا هذا ايش هذا؟
هذا زعفران ايضا زعفران عليه خصم كمان 20%. اوه زين حلو. طبعا في عندنا العود والعطورات العربيه والزيوت العربيه. العود والزيوت العربيه خلطات خاصه في الشاهين. انت لكم خلطات خاصه؟ خلطات خاصه يسويها هنا الموظف على ايده يعني حق الاعراس حق الافراح. على فكره جماعه الخير ترى الشاهين في فرع الشافي عباره عن ارضي ودور اول ودور ثاني. نعم. فاحنا الحين طلعنا اي دور؟ الدور الاول. أيوة. اللي يشمل قسم الالعاب وقسم الالكترونيات. أيوة. وقسم الرحلات وقسم الشنط. ما شاء الله. نعم. هذا كله موجود في الدور الاول. هذا طبعا هاي الكراسي حق البحر. ايه البحر. انا عيني تدري وين عيني انا؟ هنا هذا. ايوه انا عيني هنا. نعم هاي صناعه تركيه. أيوة. افران وغاز حق البر حق الرحل حق العنن الحين هذا الموسم. وهذا هذا طبعا الباربيكيو هذا صناعه صينيه. ايه نعم هاي افران حق الشوي فيها متحركات تنضب بطريقه يتسكر عشان يحافظ على الحراره. كمان شامل العرض 750 حين 600 ريال 20% تو جاي هاي بضاعه جديده. حلو. نعم. وهذا على كم هذا؟ هذا كان اول 2850 حين 2280. هذا له ساعه الحراره بحيث انه اذا صارت حراره عاليه حلو يعطيك المؤشر انه. طبعا انا مهتم في موضوع الرحلات. عطنا الاسعار يلا. هالاسعار كانت اول 399 حين 319. كمان هاي صناعه كويتيه. إيه؟ هذا حق التنور حق المندي في احجام. حلو. احجام صغيره ووسط وكبيره. اوكي هذا على الغاز طبعا تستخدم كله على الغاز. هذا كله غاز مو كهرباء؟ لا مش كهرباء غاز كله غاز. يعني زين حق رحلات توديك معاه. نعم. تودي معاك البر العنا. إيه؟ هذا شنو هذا؟ هذا فرن هالطريقة هذه. أوكي. فرن فينا تحط فيه البيتزا تحط فيه معجنات. اوه هالطريقة هذه له رفين يعني الرف متحرك فينا تنزل الوسط فينا ترفعه فوق. كمان شامل العرض هذا وصل له اسبوع جاء داخل الشاهين. كم سعره هذا؟ هذا قبل 2083 حين 1664. وهذا؟ هذا طبعا شوايات حق السمك حق كله السمك اللي تحطونه والدور هذه الدور طبعا كمان هذا شامل العرض كان قبل 390 الحين عليه خصم 20% يصير تقريبا 310 ريالات. انا قريت مكتوب صنع في تركيا سالت اخوي باسم فقال لي هذه عباره عن مجموعه من القطنيات اللي تناسب السراير تناسب البيوت غرف النوم ومناسبة جدا وطبعا قطنها قطن 100% قطن 100% وسعره صراحة حلو. على سبيل المثال هذا مثلا شوفوا هذا 350 280 عقب الخصم. هذا 280 280 اي كله عليه تنزيلات. حلو والله. هذا كله طبعا صناعة تركية واحنا نشجع وندعم المنتج التركي. طبعا هاي كمان في صناعه كويتيه. مم. هاي غازات ارضيه للارض حق يعني مناسف حق الجدر الكبيره. مم. تتحمل في ارتفاع عالي في ارتفاع ارضي. هذا طبعا حق التنور صاج كل هذه صناعه كويتيه وعليها خصم طبعا. هذا السعر قبل 425 حين 340 الغاز. هذا كان 780 الحين 624. انا شو نقول على هذه خزائن الحديديه؟ طبعا هاي خزائن حديديه ومعركه الفنار. الفنار هاي طبعا معروفه للشاهين. في الخزائن الحديد ضد الحريق وفي خزائن مش ضد الحريق طبعا حسب اختيار الزبون. كمان شامله العرض فيها 10% وفي 20%. طبعا هنا في الدور الاول مثل ما قلنا هذا القسم الالعاب. الحين صرنا في قسم الالعاب خلصنا قسم الرحل. فيها سكوترات جديده تو جاي كان 899 الحين 719 حق العيال. طبعا هاي تشتغل على بطاريه. والله شغله حلو. فكره جديده هذه. في الوان منها طبعا في الوان في الازرق الاحمر بنفسجي في ابيض. هذا قسم السيكل. طبعا هذا قسم تذاكر حق الدروعه حق المدارس حق المناسبات اللي يصير عندهم. نبي حق الطائره. حق الطائره الحين الشباب يلعبون طائره الحين في العنان محتاجين كوس. اي نعم. هاي يصلح؟ لا ما يصلح. هذا يصلح؟ لا ما يصلح. لكن هذا يصلح شوفوا. الكأس نعم. هذا يصلح. هذا طبعا داخل العرض داخل التنزيلات. حلو. 20% وما فوق يعني. نعم. الان انتقلنا الى الاجهزه الرياضيه واللي حابين يسوون رياضه وزاد وزنهم خلال الفتره اللي راحت. شو الاسعار؟ شو الاشياء؟ الاسعار هاي كمان عليها 20% تو جديده. في الاحجام في على كهرباء في
ارضي بدون شو اسمه. طبعا مثل ما انك شايف الاسعار كانت هذا 4900 الحين 3920. طبعا في ميزات، في اجهزه مختلفه واحجام مختلفه حسب الاوزان وحسب اللي يبوه الزبون، يعني تو جاي جديد هذا. طبعا بيسالني وين موجود هذا، كل تشوفونه موجود في فرع الشاهين في شارع الشافي. لحظه شويه، كل افرع الشاهين اليوم بدات تنزيلات، وتنزيلات بدات من 20 الى 60%، اصناف مختلفه، اشياء وايد حلوه صراحه. وانتم عارفين الشاهين، ما بلازم اقول عنه، لكن تعرفينه ومن صغرنا احنا اني الشاهين. وصلنا الان الدور الثاني. اخوي باسم، الدور الثاني ايش عباره عن ايش؟ عباره عن تكمله الادوات المنزليه. ايوه. وعندنا قسم المفروشات، اوكي، اللي هو الكراسي والقرائس الحدائق العامه والورود الصناعيه والتحف كمان. هذا كل الدور الثاني. الدور الثاني نعم، وكل الاصناف الموجوده طبعا. انت بس لو تشوف هذا، بس هذا حق الكيك طبعا. ايوه دماغ... انت خلي هذا، انت خلي اهم شيء هذا الحين اللي فوق. بو 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 بو. عجيب على فكره، سعره حلو. ها نعم، هذا قسم السان ستيل. ها السان ستيل، ايوه السان ستيل، مثل ما نشوف مع بعض في الطناجر في السخون محافظه بالحراره كمان حق الخواريف. هذا سان ستيل في احجام مختلفه. اي نعم، في طبعا هذا ماركه السيف وماركه الفنار. هذا طبعا هذا حق الهريس حق الومنيوم. هذا هاي طبعا صناعه كويتيه موجوده الحين، قسم سلستيل والومنيوم جنب بعضهم البعض. حلو، جايين حنشوف الحين الومنيوم. ما شاء الله، هذا هذا هذا, هذا, هذا قسم الالومنيوم. طبعا هذا في الصناعه الكويتيه وفي الصناعه الهنديه. هذا كله منتج هندي وكويتي الومنيوم. الكويتيه ما شاء الله عليهم مبدعين. اي نعم، وكله عليه خصم طبعا. هذا نازل تنزيلات 20% وما فوق. وهذا ايش؟ هذا عباره عن هذا يسمونه الفخال. هذا اي فخال، هذا ثقيل. اي نعم، هذا ينحط مثلا ال تفضل، هاي تنحط فيها الصالونه سخنه حار، تتقدم بهالطريقه. هذا معها ستند خشب عشان ما تتعور ايدها مثلا خدامه، واللي حاملها يحملها بهالطريقه هذه. طبعا هاي 55 عقب الخصم 44 ريال القطعه الواحده. هذه هاي لوحدها، هاي لوحدها حبه واحده ب 44 ريال بعد الخصم. ما شاء الله عليهم، كل شيء عندهم، كل شيء عندهم تبارك الرحمن. بو شوفه شوفه، حق 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 عشاء الخميس. دخلنا هذا القسم، قسم الورود الصناعية. أيوة. مثلا حق الصلاة، حق الحوش، حق المجلس. في طبعا عندنا تارتان حق العنن الحين. في طبعا عندنا أحجام وأصناف مختلفة، في الـ 3 ملي والـ 2 ملي والـ 4 ملي بالعرض مترين وعرض 4 امتار. هذا ينباع في المتر يعني، كمان هذا شامل التنزيلات. جينا احلى مكان ورود، لكن كانت طبيعيه يا ريت. ها والله ان شاء الله نوعدكم نجيب طبيعي، لكن صناعي حاليا. صناعي نعم، وايضا صناعي لا سوق ولا ناسا. لا ناسا نعم. نعم صحيح. هذا البلاستيكات هذا؟ هذا هنا قسم البلاستيك. ايه؟ قسم الحافظات البلاستيك حق الطعام، حق المونه. ايه؟ البرغل والعيش. طبعا في الله عز وجل كرامه حق باسكت الحمامات والمكاتب، يعني في اصناف، وكل هذا شامل التنزيلات طبعا بكل فروع الشاهين. مثل ما انا شايف عليه 20% وما فوق. نعم. طبعا هذا قسم الاواني الزجاج. طبعا هذا الحين كان 3 ريال، الحين بصير بريالين. اوكي. طبعا في منها اصناف واشكال، اكواب، البيالات حق الشاي والقهوه، وبالنسبه ملامين، وفي سيراميك، ملامين وسيراميك نوعين يعني، في الدور الثاني تلاقونها ان شاء الله. تجون وفالكم طيب. طبعا هذا قسم المفروشات، في المراجيح هاي تو جاي جديده. طبعا شامله التنزيلات 20% وما فوق. في طبعا كراسي الحديقه، بيجي كرسيين مع طاوله، في 4 كراسي مع طاوله. طبعا هذا قسم المفروشات في الدور الثاني، كمان تجون وتلاقون ان شاء الله اسعار حلوه واصناف جديده وحلوه جديده في الشاهين. طبعا هاي طاوله بيجي طقم، في منه 4 حبات بالطريقه هذه، عليه خصم كمان 20%. هاي ماده الاكريليك، هاي ما تنكسر الا اذا طاحت بقوه يعني، ماده الاكريليك معروفه. وفي عندنا الخشب. اوكي كله شامل التنزيلات 20%. هاي رباعيه، بيجي ستاند مع ستاند، طاوله مع ستاند يعني. ما شاء الله. لغايه متى مستمره التنزيلات ان شاء الله؟ التنزيلات لتاريخ 31/12/2020. ايوه باذن الله. طبعا نحن مشاركين مهرجان التسوق هذا في قطر، يعملوه كل سنه وزاره الاقتصاد، ومشاركين في الشاهين عليه تنزيلات من 20 ل 50%.
يا جماعة عندهم أيضا صحون حرارية كواليتي يقول لك 10/10 خلينا نسميها. لكن ميزتها إيش ميزتها أخوي باسل؟ مثلا يعني تحط هي في الميكرويف يتسخن. أيوة. الأكل يعني ظل مثل ما هو، في منها أحجام. أيوة. كمان شاملة في العرض يعني. طب أعطيني مثال السعر مثلا، مثلا كم كان وكم أصبح مثلا كمثال؟ كمثال يعني مثلا الحين هذا. أيوة. هذا طقم، شيء طقم. آه جي طقم كامل هذا. طقم، هاي طقم كامل ثلاث قطع. آه أوكي. فقط بالقطعة أنا توقعت. لا طقم، في أطقم وفي بالقطعة، بس هذا طقم. أيوة. في اللتر واللترين والثلاثة لتر. طبعا أيضا عندهم مجموعة من الإلكترونيات والشغلات المهمة اللي نحتاجها حق الموبايلات، الشواحن وغيرها. وانا كابو عبد الله ذبحتها اللي تعطى السوالف. شوف 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 ابو عبد الله، شوف كل عليها تنزيلات. يا جماعة الخير طبعا الشاهين ايضا عندهم خدمة اونلاين، خدمة اونلاين تتواصلون معاهم وتطلبون تبغونه ويصلكم لين عندكم، بالاضافة الى الخط الساخن او الرقم الخاص بالطلبات راح احطه لكم الان شوفوه وتواصلوا معاهم، واي شيء تحتاجونه ان شاء الله ما راح يقصرون معاكم. شفتوا هالشنطة هذه الكاملة المتكاملة القطع اللي فيها كلها بكل هالتفاصيل الحلوه. تشوفوا اللحظه هذا من بعيد من بعيد من بعيد، هذه كانت سابقا 420 ريال. اوكي ركز معي، 420 كل هذه القطع اللي تشوفونها قدامكم. ها الشنطه العجيبه اسمها اليوم صارت 336 ريال. اعتقد عرض حلو والله. مثل ما شفنا تنزيلات الشاهين توم بديل اليوم من 20 إلى 60%.